الإنجاز كلمة سحرية كلنا بنحاول نوصل لها. مين مننا مش نفسه يحقق إنجاز كبير في حياته؟ مين مننا مش نفسه يكون ليه أهداف معينة يحس إن هو أنجزها في حياته؟ كلمة الإنجاز نفسها بتخلق جوانا تحفيز كبير جدا جدا جدا، وبتخلينا نحس إن احنا عندنا أحلام كبيرة قوي عايزين نوصل لها، وعندنا أهداف كبيرة عايزين نسعى لها. بس للأسف الشديد مش كل الناس بتقدر تحقق الإنجاز اللي نفسها تسعى ليه، أو اللي إنها تبذل مجهود كبير في إنها توصل لكلمة الإنجاز أو لمعنى الإنجاز. الإنجاز بيحتاج مننا صبر، بيحتاج مننا مجهود، بيحتاج مننا إرادة، بيحتاج مننا ثقة بالنفس، بيحتاج مننا إننا نؤمن بنفسنا، بيحتاج مننا إننا ما نحبطش ولا نستسلم، بيحتاج مننا إننا من وقت للتاني نحفز نفسنا. لو في فترة من الفترات ما لقيناش الدعم الكافي، نكون احنا الدعم لنفسنا. ولازم نفهم كويس قوي ان الحياة بتدور، الحياة بتمشي، الحياة ما بتتوقفش. فالشخص لازم يكون فاهم ده كويس، فاهم ان الحياة متغيرة متجددة، الحياة بتمشي، محتاجة مننا ان احنا نسيرها، محتاجة مننا ان احنا كمان نشتغل على نفسنا ونبذل مجهود واننا نسعى واننا نتعب عشان نوصل لأهدافنا. اي شخص نجح في حياته، اي شخص انجز في حياته، حقق انجاز كبير كان بيحلم بيه في يوم من الايام، دي حاجة ما جتش ابدا بسهولة، بالعكس جت بتعب، جت بمجهود، جيت بدراسة، جيت بالتعليم، جيت بسعي، جيت بإيمان بالنفس، جيت بالثقة، جيت بإيمان بربنا. طبعا هتقولوا لي ايه علاقة إيمان بربنا؟ طبعا إيمان بربنا بيقوي جوانا، إننا بيقوي الثقة بالنفس جوانا، وبيقوي فكرة حسن الظن بربنا، لأن الإنسان دايما لما بيكون حاطط من جواه إن أنا ربنا بإذن الله هيوفقني، أكيد ده بيخلي الإنسان إن هو يسعى ويجتهد، وبيحفزه دايما إن هو يحقق كل أهدافه. فمهم جدا إننا نقوي علاقتنا بربنا، مهم جدا جدا إننا ما نستسلمش وما نيأس، لأن على فكرة الاستسلام، اليأس، ده بيكون من الشيطان. الشيطان دايما هو اللي بيحب يكون الانسان يحب ان هو يكون ضعيف، وان هو مستسلم، وان هو مش قادر يحقق احلامه، ومش قادر يحقق طموحاته، ان هو واقف محلك سر. فدايما لازم نبقى فاهمين ده كويس، ديننا عمره ما بيدعو ابدا اننا نكون مستسلمين، نكون يائسين، نكون محبطين. بالعكس، في أحاديث كتير زي تفائلوا بالخير تجدوه، وإن إحنا نحسن الظن بربنا، وطبعا في آيات كتير جدا جدا يعني بتدينا الإحساس بالأمل، وإننا يعني نبقى عارفين كويس قوي إن بإذن الله، بإذن الله كل أحلامنا هتتحقق بإذن الله إن شاء الله، لو آمنا بنفسنا، لو سعينا لإننا نبقى قد المسؤولية، وإننا نحاول ونجتهد على قد ما بنقدر. وأكيد كل مجهودنا وأكيد كل اللي احنا بنسعى ليه أكيد مش هيروح على الفاضي. أكيد كل اللي احنا بنعمله في حياتنا من مجهود، من تعب، من أي حاجة احنا بنعملها، كل دوت بيخلينا نتعلم حاجات جديدة، نكتسب خبرات جديدة، بيخلينا نطور من نفسنا، بيخلينا نقرب للنجاح، بيخلينا نقرب لفكرة الإنجاز.
واحساس الانجاز نفسه لما بنوصل له بنحس قد ايه بالتقدير ذاتي، بنحس ان احنا احساس كبير قوي جوانا ان احنا عملنا مجهود، عملنا حاجة، عملنا انجاز. بنحس ان احنا بقيمتنا، بنحس ان احنا بقيمة الحاجة اللي احنا تعبنا عشان نوصل لها. فحقيقي فكرة الانجاز تحتاج مننا اننا نسعى، نجتهد، ننجح، نستمر، ما نتوقفش، وما نستسلمش ابدا 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 لفكرة اليأس، لان دايما ربنا مع الانسان المجتهد، وربنا دايما مع الانسان اللي بيتقن عمله، ودايما مع الانسان اللي بيسعى وبيجتهد وبيفضل مستمر في المجال بتاعه، ما بيتوقفش، ما بيستسلمش. كلنا، بقولش مش معنى كلامي ابدا ان احنا بشر مش ضراير، اكيد بيجينا وقت بنقع، بنتعب، بنستسلم، بيجينا حالة من فقدان الشغف، بس ده مش معناه ان احنا يعني عادي، دي حاجة عادية يعني لازم تحصل لنا، بس لازم نقوم ونقف ونكمل، ما نطولش في الموضوع. نبقى فاهمين كويس قوي ان الدروبات دي والحاجات دي عادي جدا جدا انها تمر علينا، فلازم نبقى فاهمين كويس ان لازم هيقابلنا معوقات هتعوقنا في طريقنا، وهنفشل مرة والتانية، وهنجرب مرة والتانية لحد ما بإذن الله ننجح ونوصل لفكرة الإنجاز. أتمنى ليكم كلكم إن انتوا تحققوا كل أحلامكم، ويا رب أكون قدرت أفيدكم في الفيديو بحاجات ولو بسيطة. لو عجبكم الفيديو ريت لايك وسبسكرايب للقناة، نورتوني جدا وبحبكم جدا. باي باي.